هي في الحقيقة هما على بالهم باللي هم يكذبوا علينا، مادام هم يكذبوا على بعضهم البعض، هم يكذبوا على نفوسهم. هذا القانون في الحقيقة هو جاي من أجل الصحافة إنترنت اللي قاعدة تفلت من ما بين يديهم، مش الصحافة هذه اللي معترف بها في النظام، لا بخاس انترنت ريكوني يعني تقصد الصحافة الإلكترونية؟ الصحافة الإلكترونية الحرة حقيقة اللي قاعدة تنبع درك، وكاين صحفيين مواطنين دي جورناليست سيتويان كي كري دي بوتي جورنو اون لين دي بوتي فاي اون لين، واللي قاعدين يعني يحوسوا على التاريخ تاعهم، والتاريخ تاعهم بدات تظهر وتبان. هذا هو الشيء اللي مخوف النظام، وحوس يدير اطار باش يغلق على هذه الصحافه اللي راح تزيد واللي راح تتطور، ما فيها حتى شك. سي سورتو بور سا. اما لا بريس كلاسيك، لا بريس بابيي، لا بريس تيليفيزي، لا بريس راديوفونيك، اللي ديجا انكارسيري، مسجونه وما مسجونه وبرحانه بالسجن اللي راهو فيها. بالمعاليم تاع لا بريس مادام تعطيهم غير الاشهار برك، اعطيهم الاشهار وخاطيك. لا، اما الصحفيين، اغلبيه الصحفيين للاسف الشديد، ونقولها ونكررها كما يقول تبون، نقول ونعاود نكرر اكسترا، الصحافه تاعنا للاسف الشديد مسجونه تماما. للدرجه وين اني عدنا نتمناوكم كاع اللي جات كاينه لاسونسور، كي يقولوا لاسونسور جمال، الرقابه، الرقابه، نتمناوكم جات كاينه الرقابه المباشره، لربما كانوا يخليوا هامش الشرف للصحفيين واش يقولوا. يقولوا خويا احنا مراقبين، اوني سونسوري، اون با الشوا، تكتب حاجه نحيها لك. والله هما مدايرين لوتو سونسور. سي يقول لك انا ما نراقبك، ما نعسك، كتب واش تحب، بصح الزلقه بفلقه. اي دونك اي لي باترون دو بريس كي فاي او غران، كي فاي لوغ بوش دان كوتي، اي لي جورناليست كي فاي لوغ سالير لوغ امبلوا. ولكن ليس في المقابل هناك محاولات، محاولات يعني حرص، يعني مثلا ما يحدث لصحف، ما يحدث الان لصحيفه الوطن ومعاناه العاملين فيها الان في اضراب 5 أشهر لم يحصلوا على أجور. إدارة الصحيفة تقول بأنه تتعرض إلى ضغط، إلى خنق، ومدير الصحيفة محمد طاهر مسعودي يقول أنه مسألة وقت، فيما يبدو أنه ماضية إلى أن تلقى نفس مصير ليبرتي. يعني كيف يمكن تفسير هذا الإصرار في رأيك، هذا الأشارنمو حتى بالتعبير الفرنسي، على يعني رغم إمكانيات إعطاء هوامش كما كنت تقول للتحرك، ولكن إصرار على غلق المجال غلقا تاما يعني في 2022؟ يعني دابور وفيما يخص الوطن بالذات، دابور باسكو يا اون لوت دو كلان او سومي، وكاين الناس يظنوا باللي كاين بعض الصحف محسوبه على الكلون الفلاني ولا الكلون الفلاني. دونك كان شغل اون بونيسيون، سي اون ريبريزاي تاع الصحف اللي كانوا مع العدو كما يقولوا هما، هم حبوا يقتلوهم ربراب قفل ليبرتي باسكو اليوم با لي سيم شوا، هو يحب صلاحه ويحب الفايده ويحب لي زافير وكمل يدير دراهم، خلولوش الاختيار الوغ كي لوغي بي لا فوندر ولا يخلي يدير يدخل انتربرونور. نو نو، قالوا له قفلها. لا لا لا، باش يحكموهم، يحكموهم بلا بيبليسيتي، لا كاروت الباطون تمشي اللي نرضاو عليه نعطيوها لا بيبليسيتي. نعطيكم امثله مثلا ونسمي الاسامي، تحكم باغ اكزومبل جورنال ليكسبرسيون، نسمي لكم زوج جرائد بالفرنسيه، جورنال ليكسبرسيون، عمري في حياتي ما شفت جريده تمشي بهذا يعني ما نجمش حتى نسمي باش ما نطيحش الصحفيين بعض النظاف اللي في وسطها، اكثر من المجاهد مليون مره، والتحق بها لو سوار دالجيري. لماذا؟ سي باسكو خلاو لهم هذا الهامش، قال بون
انتم اذا تتوبوا وترجعوا للتاريخ نعطيكم لابيب وما نخنقوش. طيب ما انه لابيب هذه اموال الشعب الجزائري يعني ليست اموال اي احد يعني، وانه المفروض المعيار هو انتشار الصحيفه يعني، صحيفه الوطن تقول بانها الاكثر انتشارا مثلا، بينما صحف لا تطبع اصلا لا تخرج من المطابع تحصل على الاشهار يعني وبشهاده مثلا من كان مديرا لنانيب. يتصرفوا بسوارد الشعب كما يحبوا وهذه مش جديده. شوف نعطيك ان اكزومبل تو سام، شوف الفرنسا مثلا، هذه قليل الناس اللي يعرفوها، يحسبوا باللي لا بريس فرونسيز ايت اون بريس كي في دي بينيفيس كي سوتو فينانس اكسيتيرا. سي نو، اغلبيه الصحافه الفرنسيه تخدم بالخساره. قليل جدا جدا اللي جريده تقدر دير توازن برك، جست ليكيليبر، صار دير ما هي خاسره ما هي رابحه. ما كانش جرايد اللي يديروا ارباح وبالاخص ارباح يعني كبيره. الوغ كيسك سباس باش تدعم الثقافه وباش تدعم حريه الصحافه وباش تدعم الصحافه كصحافه، الدوله الفرنسيه ليتا فرونسي يدعم الجرايد. ان 2019 انا عندي الرقم 2020 ما عنديش، 2019 كانوا يدعموا 400 جريده بمبلغ جماعي تاع تقريب 80 مليون اورو. بصح شرط، وهذا شرط سي اون شارت ديتيك بين الدوله الفرنسيه والجرائد، بشرط نقبلوا الدعم نتاعك ونطلبوا الدعم، باسكو اذا تموت الصحافه تموت حاجه عزيزه بزاف عن الدوله وعن الشعب وعن الحريات. دونك كي تمولنا بلا مزيتك ولكن بلا في لا شارت ديتيك تمولنا، ولكن ما عندك حتى حق تتداخل في الخط الافتتاحي نتاعنا ولا في التوجه السياسي ولا تقول لي اكتب ضد فلان ولا اكتب مع فلان. هذه سي اور كيستيون، ما كانش اي امبوسيبل كسا بويس اريفي. دونك وهذه تخليك تفهم الفرق اللي بين هذوك اللي يمدوا بلا بيبليسيتي كما قلت تاع الشعب الجزائري الجريده ويقول له واش يكتب ويقول له واش ما يكتبش ويحرشوا يقول له اتاكي فلان وما تاتاكيش فلان، وهذا شيء معروف.